يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد. يعني الصمت في حرم الجمال جمال، الواحد وده يسكت لما يشوف بعض اللقطات اللي تظهر معنا اليوم، ويشوف الفعاليات ويشوف اللقطات العلوية يا سندس اللي زملائنا قاعدين يتعبون فيها على اساس يعطون المشاهد الصورة الكاملة لموقع الفعاليات اليوم في طريق الامير تركي الاول. والله قد ما اشكركم مخرجنا وزملائنا احس اني مقصر معاكم، الله يعطيكم العافية على هاللقطات الجميلة. احنا اليوم نرحب بضيفتنا في الفقرة هذه الدكتورة سلمى هوساوي، استاذ التاريخ القديم المشارك في جامعة الملك سعود. دكتورة اهلا فيك، سعدت معنا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا، ارفعي صوتك عشان نسمعك لانه احنا نعم دكتور. نعم، اهلا وسهلا فيكم، لي الشرف ان اشارككم اليوم في يوم الوطن والاحتفال باليوم الوطني السعودي. وبهذه المناسبة ابدا اولا باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة التي نحتفل بها من كل عام بتاريخ 23 سبتمبر. فعلا خليني أتكلم أول شيء منك متخصصة في التاريخ، يعني نعم. إحنا نعرف دور التاريخ والمؤرخين في تعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز أبناء الوطن في الوطن نفسه، خلينا نتكلم أكثر عن رسالتكم أنتم، كيف تحافظوا على هذا التاريخ؟ نعم، تكمن رسالتنا نحن كمؤرخين في المقام الأول في البحث والتحليل للأحداث التاريخية والتمحيص ومحاولة دراستها ونقلها وتحليلها والاستنتاج واستنباط الأحداث وربط الماضي بالحاضر وتصحيح المفاهيم لدى كافة المجتمع. أهم شيء الأساس الذي نقوم عليه وهو تصحيح المفاهيم وتحليل الأحداث التاريخية ومحاولة ربط الحاضر بالماضي. وعندما نربط الحاضر بالماضي هذا يسموه في علم التاريخ اللي هو التعلم من التجربة ومن أخطاء الآخرين. فبالتالي هذه رسالتنا الأولى اللي هي تصحيح المفاهيم. جميل جدا دكتورة، وأنت أستاذ التاريخ. نعم. اليوم نبغى نتكلم عن دور الحكم السعودي في بناء كيان سياسي قوي في الجزيرة العربية يختلف عن غيره. ما سمعت. دور الحكم السعودي اليوم. نعم. في بناء كيان سياسي قوي. نعم. في الجزيرة العربية بشكل عام يختلف عن غيره طبعا. طبعا الدولة السعودية بشكل عام قامت على أساس التوحيد، فهذا السبب جعلها متميزة عن بقية الدول بداية من عهد الملك عبد العزيز ودخول الرياض عام 1319، وأسس فيها دولة تقوم على أساس التوحيد في البداية، ثم بعد ذلك بدأ بتجميع أجزاء الدولة وضمها فيما بعضها البعض، وبعد ذلك بدأ بالإصلاحات الداخلية هي الاجتماعية اللي هي توطين البادية، ومن بعدها الإصلاحات الإدارية التي تكمن في إنشاء اثنين من الوزارات اللي هي وزارة المالية ووزارة الخارجية، ثم بعد ذلك قام بالبحث عن مصادر اقتصادية حديثة أو مصادر اقتصادية ترفع من اقتصاد الدولة، فكان اكتشاف البترول عام 1938 ميلادي. بعد ذلك بدأ بتعزيز مكانة الدولة عالميا عن طريق المعاهدات التي عقدها مع الدول الخارجية، ثم بعد ذلك أتينا إلى عهد الملك سعود. طبعا كان يتميز عهد الملك سعود بأنه انتقل الحكم من عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهد أبنائه بداية من عهد الملك سعود، والذي تميز هذا العهد بتعليم المرأة وازدهار الدولة والتنمية. ومن بعد ذلك أتى عهد الملك فيصل وقام بالاستمرار في التنمية والتطوير في كافة المجالات التعليمية والصحية وإلى آخره. ثم بعد ذلك أتينا على عهد الملك خالد، صحيح كان إنه عهد قصير ولكن تميز بالطفرة الاقتصادية مما أدى إلى انتعاش الشعب. ثم نأتي لعهد الملك فهد، طبعا تنمية كاملة في كافة المجالات، إلا أنه كان في تلك الفترة كان هناك التهديد الخارجي الذي كان يكمن في حرب الخليج والإرهاب، والذي وقف فيها الملك فهد عن طريق علاقاته الخارجية
وأوقف هذه الأمور التي كانت تحدث في تلك الفترة. ثم بعد ذلك عهد الملك عبد الله كذلك تنمية شاملة في جميع المجالات والاقتصادية والتعليم والاجتماعية. ثم أتى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي كان يركز على تعزيز دور المملكة إقليميا ودوليا. جميل. ثم بعد ذلك تعزيز دور الشباب، كان الاعتماد على الشباب، وثم بعد ذلك تمكين المرأة، وظهر ذلك جليا في منصة رؤية 2030. بما أنك ذكرت رؤية 2030، إحنا نعرف أن هذه رؤية تخدم الشباب، تخدم الوطن من ناحية تنموية، من ناحية سياحية، من ناحية اقتصادية. نتكلم عنها تحليلا وتفصيلا. طبعا هذه الرؤية انتقلنا الآن من مرحلة التخطيط والبناء إلى مرحلة التنفيذ. هذه الرؤية عندما تنظرين إلى الشعب من منظور ترين الفرحة، الشعب كافة سعيد بهذه الرؤية وبهذه التغييرات التي حدثت، سواء على الصعيد الاجتماعي بتمكين المرأة في القيادة، باستطاعتها استخراج جواز السفر والسفر وإلى آخره، إلى جانب المجال الاقتصادي ودخول الدولة السعودية المملكة العربية السعودية في دول العشرين، وسوف تستضيف المملكة العربية السعودية قمة العشرين في ديسمبر القادم، إلى جانب خروج البحث عن مصادر أخرى اقتصادية غير الاعتماد على البترول ومصادر أخرى. نعم، مثل طبعا حتى وصلت في نهاية عام 2018 وصل إيراد المملكة العربية السعودية إلى 22% من صادراتها الغير نفطية. جميل. إلى جانب التركيز، ركزت الرؤية كذلك على الاستثمار في السياحة. نعم، الاستثمار في السياحة والمدن السياحية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية لديها عمق حضاري موغل في القدم، والكثير من المناطق الأثرية في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال للحصر عندك تيماء، وعندك مملكة عندك منطقة الحجر، إلى جانب اهتمام الدولة السعودية بتسجيل المناطق الأثرية في اليونسكو اللي هي قائمة التراث العالمي. قمنا بتسجيل جدة التاريخية، منطقة الحجر اللي هي العلا، كذلك واحة الأحساء، كذا إلى جانب الصخور الصخرية، الرسوم الصخرية عفوا في منطقة حائل. نعم. دكتورة، اليوم لما نتحدث عن الرؤية ورؤية المملكة، نعم، رؤية المملكة 2030 لما تركز على تنويع مصادر الدخل، نعم، مثل ما تفضلتي، وتحديدا التركيز على الاستثمار في مجال السياحي، نعم، يعني على ماذا تدل مثل هذه التنويع، على ماذا يدل مثل هذا التركيز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء فقط بالنفط؟ نعم، هذا يدل على رؤية الدولة، عدم تركيزنا على مصدر واحد. قرية قد يتغير ويتجدد، فالاستثمار في الجانب السياحي يعتبر، خاصة وأن لدينا مناطق أثرية عدة، فالاستثمار في الجانب السياحي لديه أبعاد اقتصادية مباشرة وأبعاد اقتصادية غير مباشرة. الأبعاد الاقتصادية المباشرة تكمن في، طبعا نأخذ على سبيل المثال، في الفنادق، وسائل النقل وإلى آخره، وبالنسبة الغير مباشرة تكمن في التوظيف ومصادر الدخل في القطاعات الأخرى، على سبيل المثال القطاع الزراعي وقطاع المواد الخام. احنا طبعا نستأذنك سادة المشاهدين كذلك، زميلنا وليد المالكي من جدة وتحديدا من شارع التحلية أكيد عنده فعاليات كثيرة. كل الشكر لك الدكتورة سلمى هوساوي أستاذة التاريخ القديم المشارك بجامعة الملك سعود على تلبية الدعوة للحضور. شكرا جزيلا، وختاما أتمنى لبلدنا العظيم بالأمن والاستقرار والرقي الكامل في كافة المجالات. شكرا لكم الاستضافة. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا، وهذه مقدمة من البرنامج بمناسبة مشاركتك معنا اليوم في يوم الوطني. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لحضورك. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا الوقفة الثانية في برنامجنا همة حتى القمة.